بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلابي الأعزاء في مساق إدارة المؤسسات الإعلامية. كنا توقفنا في المحاضرات السابقة عند نقاش مشكلات الصحافة العربية وأهم التحديات التي تواجه الإدارة الصحفية اليوم، وننتقل الآن لنقاش الإدارة الصحفية من أوسع أبوابها، على اعتبار ماذا نقصد بمفهوم الإدارة الصحفية، إلى ماذا يشير هذا المفهوم، وما هي العناصر التي يختص بها المتابعون لموضوع الإدارة الصحفية والوظائف الصحفية، بعد أن اطلعنا في بداية الفصل على أهم أقسام وأهم الوظائف الموجودة داخل المؤسسات الصحفية، سواء المرتبطة بمجلس الإدارة أو المرتبطة بهيئة التحرير، سواء كنا نتحدث عن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس أو عن رئيس التحرير ومدراء التحرير وسكرتير التحرير والمراسلين والمحررين وغيرها من المواقع الإدارية داخل والوظيفية كذلك داخل المؤسسات الصحفية. الآن نذهب اليوم لنقاش الإدارة الصحفية من أكثر من جانب، على اعتبار أنه سنذهب في نقاشنا لاحقا إلى آليات عمل الإدارات الإعلامية، إدارات المؤسسات، لكن قبل أن نذهب بهذا الاتجاه ينبغي أن نفكر وأن نبحث في آفاق مفهوم الإدارة الصحفية. ماذا نقصد بالإدارة الصحفية؟ هل المقصود بالإدارة الصحفية هو مدير المؤسسة، أم مجلس إدارتها، أم هيئتها التحريرية؟ لماذا تتجه الأنظار باتجاه معين عند الحديث عن الإدارة الصحفية وتغيب زوايا أخرى؟ الكثير ممن يناقش هذه المسألة، مسألة مفهوم الإدارة الصحفية، يذهب بزاويتين أساسيتين لنقاش هذا المفهوم. قد يكون هناك إشارة عند الحديث عن الإدارة الصحفية إلى الزاوية الأولى، وهي الأكثر انتشاراً بالمناسبة، الإدارة العامة للصحيفة أو إدارة المؤسسة الصحفية، لكن هناك زاوية أخرى ينبغي ألا نغفلها، وهي زاوية مرتبطة بالإدارة الصحفية لكن من خلال إدارة التحرير أو إدارة الجهاز التحريري، وهاتين الزاويتين هما اللتان يمكن من خلالهم أن ننظر بشكل أكبر إلى المقصود بالإدارة الصحفية. لكن مع التركيز على الزاوية الأولى المرتبطة بالإدارة العامة للصحيفة أو إدارة المؤسسة الصحفية، أي بمعنى الجهة أو الهيئة أو الشخص الذي يدير أو الذي يسيطر على مجمل نواحي النشاط الطباعي، الإعلاني، التوزيعي، وهذا كله ينسحب عليه يعني مجموعة من النشاطات التي يراد من خلال هذه النشاطات تحويل أو دفع العمل التحريري إلى المشتركين اللي هم قراء الصحيفة. طبعا أريد هنا أن نركز في نقاشنا، لأنه نحن نتحدث عن نشاطات مختلفة داخل الصحيفة، كنا قد تعرفنا بشكل عام على مجموعة كبيرة من هذه الأقسام، لكن عندما نقول بأنه الإدارة الصحفية هي المختصة أو الجهة المختصة أو هي الشخص المختص أو المهيمن على النشاطات الإعلانية أو الطباعية أو المرتبطة بعملية التوزيع، هو من يسيطر على هذه النشاطات أو من يدير هذه النشاطات داخل المؤسسة الصحفية، هو يريد أن يدفع الصحيفة كمضمون، الصحيفة التي تقولبت في شكل أخبار أو تقارير أو تحقيقات وغيرها من الفنون التحريرية، هذا الشخص يريد أن يدفع هذا المضمون إلى الجمهور عبر هذه البوابات أو بالترافق معها، يعني تتم عملية التوزيع للمادة المحررة وتتم عملية الطباعة للمادة المحررة وتتم عملية النشاطات الإعلانية المرفقة مع المادة المحررة ويتم توزيعها إلى قراء الصحيفة. هذا عملية التوزيع أيضا جزء من عملية الإدارة، لكن هناك محاولة موائمة ما بين المصروفات وما بين الإيرادات، بمعنى أنه يريد من يدير المؤسسة ألا تطغى المصروفات بشكل أكبر على الإيرادات، وحتى لا يصل إلى خسارة
في أرقام المؤسسة المالية، وبالتالي كلما كان هناك قدرة على تغطية المصروفات كان هناك مساحة أكبر لتحقيق أرباح لأصحاب رأس مال الصحيفة. وبالتالي دائما الخطوة الأولى التي يبحث عنها من يدير الملفات أو من يدير الأقسام الطباعية أو أقسام التوزيع أو أقسام الإعلانات، كل هذه الأقسام يسعى من يديرها إلى أن يغطي مصروفات إصدار الصحيفة، لأن تغطية المصروفات ستجعل هناك قدرة لدى الصحيفة على تحقيق يعني أرباح بالمقابل، وقد تكون الخطوة الأولى لهذه الأرباح أن تغطي المؤسسات الإعلامية نفقاتها الأساسية. طبعا هذا يذهب بنا إلى أن نقول بأن الإدارة الصحفية هي تسعى لتحقيق هذه النتائج ضمن مدة زمنية محددة، وتقوم بنشر هذه النتائج عبر تقارير. التقارير أهم عماد في هذه التقارير هي الأرقام التي تعكس الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها، وبالتالي عندما يكون هناك إجراءات منضبطة وعندما تكون هناك إجراءات تنسجم مع المناخ والبيئة التي تعمل فيها المؤسسة الصحفية، بالتالي نصل إلى نتائج تعمل على تحقيق انتشار الصحيفة، وبالتالي يكون هناك أرقام لصالح المؤسسة، أرقام تعكس أن هناك قدرة مالية وقدرة على تغطية المصروفات الإنفاق، وبالتالي يكون هناك استخدام أفضل لكل الموارد، سواء هذه الموارد بشرية أو موارد يعني موارد خام تستغلها الصحيفة في عملية إنتاج المطبوعة أو النشرة الدورية. من المهم كذلك الإشارة إلى أنه ينبغي أن نركز أيضا على العنصر البشري، لأن العنصر البشري هو الذي يستطيع أن يسخر كل إمكانياته من أجل استثمار هذه الإمكانيات المادية بشكل جيد أو بشكل يخدم صالح المؤسسة. طبعا المؤسسات باختلاف أنواع، المؤسسات الصحفية أنا أقصد باختلاف يعني أنواعها، لكن تتواجد داخل المؤسسة مجموعة من العناصر أو مجموعة من الأدوات التي إن تم استثمارها بشكل سليم تتمكن المؤسسة من تقديم إنتاج جيد. هذا بالمجمل في كل المؤسسات، لكن عندما نقول بأن هناك عناصر داخل المؤسسة وهناك عنصر منها أو هناك جزء من هذه المؤسسة يشبه القلب داخل جسم الإنسان، والمقصود بالقلب أنه القلب هو الذي يتولى مسؤولية إمداد الجسم كله بالدم حتى يبقى هذا الجسم نابض بالحياة، عندما نقول أنه الإدارة هي قلب المؤسسة، بمعنى أن وجود الإدارة هي الناظم الذي يستطيع أن يحافظ على بقاء المؤسسة، هو الذي يستطيع أن يستثمر عناصر المؤسسة وأن يغطي تكاليف هذه الأقسام بما تحقق العائد والمصلحة التي تسعى المؤسسة لتنفيذها. لذلك الإدارة هي في قلب المؤسسة، والإدارة هي التي تتقاطع مع مجموعة من العناصر وترعاها وتحفظ إمكانياتها وتستثمرها وتعمل على تعزيزها، وبالتالي تحقق المؤسسات أهدافها وغاياتها. طيب السؤال الذي يتبادر لاحقا، ما هي العناصر التي تتفق المؤسسات في وجودها داخلها أو تشترك المؤسسات فيها وبالتالي تتشكل المؤسسات بشكل عام منها؟ هناك مجموعة من العناصر الأساسية التي ينبغي الحديث حولها. العنصر الأول هو العنصر البشري، والمقصود بالعنصر البشري هو الكادر الكائن الحي الموجود، سواء موظفين أو عمال وغيرها من الفئات التي تعمل داخل المؤسسات. هذا عنصر أساسي مبدئي أولي ينبغي الإشارة إليه والتركيز عليه، لأنه العنصر البشري المتميز بالكفاءة العالية والمتخصص في المجال الذي تعمل فيه المؤسسة بالتأكيد سيعمل على خدمة المجتمع بما خدمة المؤسسة بما يتناسب مع دورها في المجتمع.
وهناك حديث كثير في هذا الموضوع سنناقشه في المحاضرات القادمة حول المدخلات والمخرجات، لكن هنا نركز على مجموعة العناصر التي توجد في كل المؤسسات وليس فقط المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الصحفية. العنصر الثاني هي الآلات والأدوات الموجودة داخل مقر المؤسسة، بمعنى أنه أيضا المؤسسة لها مقر، لا توجد مؤسسة افتراضية بدون أن يكون لديها مقر، حتى إن كان هذا النوع موجود هذا يعمل على الحد من المساحات والحد من سمعة المؤسسة ومدى انتشارها وقدراتها والأدوات التي تعمل بها. لذلك المقر هو جزء أساسي من العناصر التي تحتاجها المؤسسات، عدا عن الأدوات، والأدوات هي إمكانيات مادية متوفرة داخل هذا المقر، وبالتالي الآلات والأدوات هي جزء مكمل للعنصر البشري التي تتواجد داخل المقر والتي يتواجد العنصر البشري أيضا فيها، بمعنى أنه الكادر البشري والآلات والأدوات توجد داخل مقر المؤسسة وبالتالي أو مقرات المؤسسة، وبالتالي ينبغي أن يكون واضح أنه هناك تكامل ما بين العناصر المادية والعناصر البشرية. أيضا المؤسسات تمتلك مجموعة من الأنشطة أو تجري مجموعة من الأنشطة، سواء كانت هذه أنشطة تجارية أو أنشطة صناعية أو حتى أنشطة فكرية، بمعنى أنها تقدم مضامين وتعمل على أفكار وتقدم رؤى، وبالتالي النشاطات لا تقتصر فقط على النشاطات التجارية والصناعية، أي بمعنى أن الحركة الاقتصادية لا تقتصر فقط نشاطاتها على عمل المصانع أو على عمل الشركات، وإنما أيضا الأفكار هي نشاطات لها رأس مال وتحقق أرباح ويمكن أن يتم العمل عليها بطرق متعددة، والفائدة والمصلحة التي تعود لا تقتصر فقط على المصالح المادية، وإنما هنا في النشاطات الفكرية تكون عملية الترويج للأفكار وللمضامين وللنشاطات القائمة على إعمال العقل، أيضا مدى رواجها وانتشارها بين الجمهور هذا جزء مهم من الأنشطة التي تمارسها المؤسسات. أيضا من العناصر التي تسعى المؤسسات أو التي تشترك في تشكيل المؤسسات هي الاتصال. لا تخلو مؤسسة من المؤسسات من عمليات اتصالية تجري بين مكوناتها، سواء كانت المكونات داخلية أو مكونات خارجية، أي اتصال داخلي واتصال خارجي. يمكن أن يكون هناك اتصال داخلي بين مكونات المؤسسة، مثلا ما بين الإدارة العليا في المؤسسة وبين الموظفين، هناك سيل من الإجراءات الاتصالية والأنشطة الاتصالية والعمليات الاتصالية التي تتم بشكل تصاعدي أو بشكل تنازلي على هيئة أوامر أو على هيئة استجابة من قبل الموظفين داخل المؤسسات، وبالتالي هناك عمليات اتصالية بالتأكيد تعتبر عناصر أساسية داخل المؤسسات وتشترك المؤسسات في وجود هذه العناصر. أيضا هناك عنصر بالغ الأهمية وهو عنصر التمويل، على اعتبار أنه كل المؤسسات تحتاج إلى موارد تمويل، قد تكون هذه الموارد ذاتية وقد تكون خارجية، قد تعتمد على مواردها الخاصة بها كمؤسسة، وقد يكون هناك من يقف خلفها ويدعمها. هناك مؤسسات حكومية تحظى بتمويل حكومي، هناك مؤسسات قطاع خاص تحظى بتمويل من أصحابها ومن رجال الأعمال الذين يقفون خلفها، وأيضا هناك مؤسسات حزبية تكون أيضا جهات التمويل هي جهات حزبية داعمة لمؤسساتها، وهذا كله بجانب الموارد الذاتية التي تتبلور نتيجة نشاط وعمل المؤسسة وعائد المؤسسة الداخلي. إذن هذه العناصر الأساسية التي أشرنا إليها، خمس عناصر تشترك المؤسسات فيها تتشكل منها المؤسسات، سواء كنا وأعيد وأكررها بشكل سريع: العنصر البشري أولا، الآلات والأدوات والمقر ثانيا، أوجه النشاط ثالثا، عمليات الاتصال رابعا، وخامسا التمويل ومصادره. هذا فيما يتعلق بالعناصر الأساسية التي تتفق المؤسسات أو تشترك المؤسسات فيها. نذهب إلى مسألة مهمة هي الاختلافات ما بين المؤسسة الصحفية عن المؤسسات الأخرى، لكن قبل أن نذهب بهذه النقطة لأنها نقطة مهمة أريد أن أختم حديثنا حول العناصر التي تشترك فيها المؤسسات لأقول إنه الإدارة
تأتي كعنصر أساسي يوجه ويحدد أدوار كل عنصر من العناصر السابقة، وبالتالي تتحقق أهداف المؤسسة. إذن الإدارة تعمل دورا أساسيا في توجيه كل العناصر، وبالذات العناصر الخمسة التي أشرنا إليها، لتحقيق أكبر مصلحة من قبيل تحقيق أهداف المؤسسة. نعود لنستكمل النقاش حول المؤسسة الصحفية واختلافها عن غيرها من المؤسسات، وهنا نستطيع أن نقدم يعني جملة من الاختلافات. هنا لدينا الآن أربع اختلافات أساسية سنناقشها لأهميتها. النقطة الأولى، المؤسسات الصحفية تختلف عن المؤسسات الأخرى في ماذا؟ أولا، أنها تقدم منتجا مختلفا وهو المواد الصحفية المطبوعة. إذن نستطيع أن نقول أن المؤسسات الصحفية تختلف عن المؤسسات الأخرى بأنها تقدم مواد مطبوعة. طب هذه المواد متى تفقد قيمتها؟ تفقد قيمتها مباشرة عندما تصل إلى يد القارئ. لماذا؟ لأن عنصر الوقت هنا له دور مهم في العملية الصحفية. أقدم صحيفة هي صحيفة الأمس، وبالتالي دائما نقول بأنه المؤسسة الصحفية تختلف عن غيرها من المؤسسات أنها تقدم منتجها بشكل مطبوع، وهذا المنتج يفقد قيمته مباشرة عند وصوله إلى يد القارئ، ويصبح هناك دورية أو متابعة حسب دورية الصحيفة للأعداد التي تليها، وبمجرد وصولها أيضا للقارئ أيضا تنتهي قيمتها وتستهلك بشكل مباشر. هذا أول اختلاف بين المؤسسات الصحفية والمؤسسات الأخرى، أنه تقدم المؤسسة المواد الصحفية مطبوعة، وأن هذا المنتج المطبوع يفقد قيمته بمجرد وصوله إلى يد القارئ. النقطة الثانية من الاختلافات، وهي أن العاملين في المؤسسة الصحفية ينبغي أن يتسموا بصفات معينة. هذه الصفات تتحدد في مسارين أساسيين، المسار الأول هو مسار الثقافة، المسار الثاني هو القدرات المهنية. طبعا كل التخصصات، كل العلوم الأخرى، كل المهن الأخرى نجد اختلاف بينها وبين مهنة الصحافة. لماذا؟ لأنه أستطيع أن أقول إنه الطبيب يلجأ إليه المريض لعلة أو لمرض أصابه، وبالتالي يذهب إلى الطبيب بصفته مختصا في هذا الموضوع، ويذهب لعرض نفسه وعرض أعراض المرض عليه، وبالتالي يشخص المريض، الطبيب يشخص المريض ويقدم العلاج له. في حين إنه الصحفي مطلوب أن يتسم بصفتين أو بمسارين من الصفات، المسار الأول هو مسار الثقافة العامة، والمسار الثاني هو القدرات المهنية. وأقصد هنا بالقدرات المهنية هي المعارف الصحفية والمعارف المتخصصة في مجال الإعلام والصحافة، بمعنى أن يكون لديه قدرة على الكتابة، التصوير، الإخراج، وكذلك القيم. لكن بشكل أساسي هذه هي الزاوية الثانية المرتبطة بالقدرات المهنية. أما في مسألة الثقافة، فالصحفي مطلوب منه أن يعلم شيء عن كل شيء، بمعنى أن يحظى بمساحات ثقافية واسعة تؤهله إلى أن يستطيع أن يضرب كل أبواب مناحي الحياة الأخرى، ويستطيع أن يعد تقاريره الصحفية ومقابلاته الصحفية وأخباره الصحفية، وهو يعي عن ماذا يفعل، عن ماذا يكتب، وعن ماذا يتابع، وعن ماذا يرصد، وكيف سيعالج إعلاميا وهو لا يعلم أو لا يحظى بقدر معين من الثقافة حول موضوع معين يذهب لمعالجته. وبالتالي يجب على الصحفي أن يمتاز بصفتين أساسيتين، يجب أن يتسم بقدرة عالية على المستوى الثقافي أو مستوى عالي من الثقافة، وبمستوى أيضا عالي من القدرات المهنية المرتبطة بالمهارة على الكتابة، على التصوير، وعلى الإخراج، وكذلك القيم المهنية التي تحدد عمله. هذه مسألة أيضا من الفروق الجوهرية ما بين المؤسسات الصحفية والمؤسسات الأخرى. نستكمل في الفروق لنصل إلى طبيعة المنتج الصحفي. طبعا المنتج الصحفي طبيعة الإنتاج فكري، طبيعة الإنتاج إعلامي، وبالتالي هناك أهمية لعامل الزمن
في الصحيفة، لذلك يكون هناك بناء تنظيمي داخل المؤسسات الصحفية. هذا البناء مرن. ماذا نقصد بأنه البناء التنظيمي للمؤسسة الصحفية مرن؟ المقصود بأنه الهيكل التنظيمي تستطيع مكونات هذا الهيكل التنظيمي الاتصال بينها وبين كل القطاعات بشكل سلس، بشكل بعيد عن الإجراءات المقيدة وبالتالي التي تحد من الزمن، وبالتالي عملية المرونة في هذا البناء التنظيمي يجعل بناء تنظيمي ليس رأسيا وإنما أفقيا، وبالتالي هذا المسار الأفقي يخدم عملية الاتصال بين قطاعات المؤسسة الصحفية، على عكس المؤسسات الأخرى التي يكون بناؤها أكثر حزما في إجراءاته الاتصالية ما بين مكونات الهيكل التنظيمي، وكذلك هناك اتصال رأسي واضح بعكس المؤسسات الصحفية التي تتميز خططها بأنها تكون أفقية. وهذا يمكن أن نجده في الهياكل التنظيمية إن اطلعنا عليها للمؤسسات الصحفية. طبعا ما الغاية وما الهدف من ذلك؟ الغاية إنه نتمكن من إنتاج الرسائل الإعلامية أو المنتجات الإعلامية في ظل المواعيد الدقيقة التي ترتبط بعملية الطباعة، خصوصا إنه دورية الصحف اليومية تكون كل 24 ساعة، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى متابعات دائمة. وبالتالي عندما تكون الهياكل التنظيمية هياكل مرنة أفقية، هذا يساعد على الإبداع، على تقديم مستويات فنية عالية. هذا بالنسبة إلى ثالثا. أما بالنسبة إلى رابعا، فالمؤسسة الصحفية أيا كان الإطار السياسي الذي تصدر فيه، لا بد أن يكون لها أدوار ومسؤوليات اجتماعية عليها أن تلتزم بها في إطار قيم النظام الاجتماعي والسياسي. المقصود بالنقطة الرابعة هنا إنه نحن نتحدث عن إنه المؤسسة الصحفية في ظل أي نظام سياسي يدير هذه المؤسسة، المقصود نظام ليبرالي، نظام اشتراكي، نظام رأسمالي، كل هذا يعني لا ينعكس على تفاصيل الدور والمسؤولية الاجتماعية. هناك دور ومسؤولية اجتماعية تحت أي نظام سياسي للمؤسسة الصحفية، تحاول دائما المؤسسة الصحفية القيام به، وهذا أيضا من ضمن الفروق التي نستطيع أن نميز بها المؤسسات الإعلامية الصحفية عن المؤسسات الأخرى. بهذا نستطيع أن نقول إنه إحنا تمكنا من وضع يدنا على أهم الفروق بين المؤسسات، أشرنا إلى آسف ما بين الفروق بين المؤسسات الصحفية والمؤسسات بشكل عام، أشرنا قبل ذلك إلى العناصر التي تتشكل منها المؤسسات وتشترك المؤسسات في المجمل في ذلك فيها، وأشرنا في حديثنا إلى العنصر البشري والآلات والأدوات، كذلك أوجه النشاط وعمليات الاتصال والتمويل، وكنا قبل ذلك أشرنا إلى أنه النظر إلى مصطلح الإدارة الصحفية يتم عبر زاويتين. الزاوية الأولى هي الأكثر شيوعاً وهي المرتبطة بالإدارة العامة للصحيفة، وهنا نعود الآن لنتحدث عن الزاوية الثانية والمقصود بها إدارة التحرير أو إدارة الجهاز التحريري. وهنا المقصود بهذه الزاوية أنه عملية تنظيم وتخطيط وتوجيه جهاز التحرير، سواء كنا نتحدث عن مندوبين، مراسلين، محررين، مصورين، كتاب، كل العاملين في المؤسسة باختلاف أدوارهم وتبعا للسياسة التحريرية وللأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، بالتالي يكون هناك إدارة لهذا القطاع الأساسي والمهم والذي يعني تتجمع في كل المهام الأساسية للمؤسسة الصحفية، لأنه بدون عمل تحريري في المؤسسة الصحفية لا توجد صحيفة، لأنه المحرر والمراسل والمخرج والمصور هم اللبنات الأساسية التي يبنى عليها عمل المؤسسة الصحفية وبالذات الصحيفة. وبالتالي نعود هنا لنقول إنه يطغى أو تطغى الزاوية الأولى اللي هو مفهوم الإدارة الصحفية بالمعنى الأشمل بالمعنى الأوسع على مفهوم الإدارة التحريرية أو جمع المادة الصحفية وتجهيزها وتصميمها، على الرغم من إنه هو أساس العملية الصحفية. إذن
عندما يتم الحديث عن الإدارة الصحفية، المقصود بها دائما ما يكون في مسارين اثنين، لكن أعدنا التأكيد على أنه المسار الأول الذي ينظر إلى الإدارة الصحفية بمنظور أوسع أو بشكل أكبر، يعني المتعلق بكل جوانب العمل في الصحيفة، هو المفهوم الأكثر انتشارا وهو الأكثر تعبيرا عن الإدارة الصحفية، وليس قصره على إدارة التحرير أو إدارة جهاز التحرير داخل المؤسسة. بذلك نكون قد يعني استطلعنا الإدارة الصحفية بشكل عام، وسنذهب الآن في نقاشنا نحو قضية مهمة وهي مرتبطة بالمؤسسات الصحفية. هناك مجموعة من الفصول التي تندرج ضمن هذا الباب، لكن سنركز على الفصل الثاني الآن، سننتقل إليه لاستكمال النقاش حول المؤسسات الصحفية. طبعاً المؤسسات الصحفية يعني تطورت، والتطور في كل أجزائها. عندما نقول أنه هناك حصل تطور في رأس مال الصحيفة، هذا ارتبط به عملية تحول من الملكية الفردية إلى الملكية متعددة، وبالتالي هناك شركات تؤسس صحف، وهذا يعني أنه هناك ملكية لمجموعة ولتعدد في الملكية وليست الملكية الفردية. هذا انعكس على الخدمات الصحفية التي تقدم، وبالتالي وصلنا إلى تعبير اسمه يطلق عليه المؤسسة الصحفية. قد تكون المؤسسة الصحفية تصدر صحيفة أو مجموعة صحف أو أكثر من نشاط صحفي تمارسه، لذلك يعني هذا المفهوم مر بمجموعة من الخطوات، ويعني مر بمجموعة من القوانين والتشريعات التي أوصلتنا إلى هذا المفهوم. لكن أمام هذا الحديث عن المفاهيم، نحن هنا سنناقش حديثنا بشكل أساسي حول مفهوم الصحفي ومفهوم الصحيفة، لكن ينبغي أن يكون واضح لأذهان الجميع أنه هناك مقاييس لنجاح الصحيفة. المسألة المرتبطة ليس فقط بالأخبار والعمل التحريري، وليست مرتبطة كذلك بعملية التوزيع والإعلانات، لكن هناك جهد تكاملي تقوم المؤسسات على محاولة النجاح في المسارين، بما يعني النجاح الإداري الكامل في العمل الصحفي. لكن هناك مجموعة من المؤشرات التي نقرأ من خلالها كمختصين أو كمتابعين للمؤسسات الصحفية، نستطيع أن نجد مقارنات. مثلا أمامنا مقارنات للأهرام عام 84، تمكنت من تحقيق من الإعلانات دخل قيمته 35 مليون جنيه، وكان لديها فائض 35 مليون جنيه، زاد التوزيع بنسب كبيرة جدا، في حين مثلا أنه كانت اللوموند لديها عجز في الميزانية بقيمة 9 مليون، انخفضت الإعلانات بنسبة 11%. إذن هذه المؤشرات، هذا المثال نقدمه لماذا؟ لنصل إلى نتيجة بأنه الأرقام تعبر عن نجاح المؤسسة وعن انتشارها، وبالتالي إدارة المؤسسة الصحفية هي التي تتمكن من تحقيق هذه النتائج. أمامنا الآن تعريف للصحفي، هناك مجموعة من المراحل التي مر بها تعريف الصحفي. أنا لا أريد أن أدعكم يعني عرضة لتفاصيل كثيرة في المفهوم، لكن يمكن أن نختم هذا المفهوم لتعريف الصحفي بمفهوم نعتمده في نقاشنا، وهو الموجود في بداية صفحة 78، نستطيع أن نعتمده ضمن المساق بين إيديكو. ويمكن القول بأن الصحفي من؟ الصحفي هو من يزاول في منشأة صحفية العمل الصحفي لقاء أجر، ويتخذ هذا العمل مهنة مختارة له، وتقوم بينه وبين المنشأة أو المؤسسة اللي هي صاحبة العمل علاقة. ويقصد بالعمل الصحفي، ماذا نقصد بالعمل الصحفي؟ البحث عن الخبر والمادة التحريرية سواء كانت صورة أو نص، والحصول على المعلومات ثم إعدادها لتكون صالحة للنشر عن طريق ظهورها في صحيفة كمادة تقرأ.
ويتخذ هذا العمل صورة تحريرية أو فنية، والعمل مرتبط داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة، في المكتب أو خارج المكتب، وهذا لا يغير من طبيعة العمل الصحفي. ما أريد هنا أن نفهمه بشكل محدد جدا، ما هو المقصود بالعمل الصحفي وما هو المقصود بالصحفي. بالمناسبة نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعرف الصحفي بأنه من يعتاش على مهنة الصحافة ولديه دخل ثابت من العمل فيها، وبالتالي هي مصدر دخله الأساسي. إذن هنا نعيد ونقول بأن تعريفنا للصحفي من يزاول المهنة في مؤسسة، المقصود بمنشأة صحفية في مؤسسة صحفية، يأخذ أجر وهذه مهنة أساسية له. طبعا ما هي أعمال هذا الصحفي؟ ما المقصود بالعمل الصحفي؟ المقصود بالعمل الصحفي أن يكون هناك بحث عن الخبر والمادة التحريرية. طبعا المادة التحريرية لا نقصد فقط النص، وإنما النص والصورة وإعداد هذا النص وإعداد هذه الصورة، أيضا هذا جزء من العمل الصحفي. قد يكون هناك عمل تحريري، وقد يكون هناك عمل فني، وأيضا قد يكون العمل داخل المؤسسة وقد يكون خارج المؤسسة. بذلك نكون قد وصلنا إلى تعريف الصحفي، تعريف العمل الصحفي. ونختم المحاضرة بتعريفنا للصحيفة وتعريف الصحيفة في نهاية صفحة 79. نعتمد هذا التعريف لأنه يعني أمامنا مجموعة من التعريفات التي أوردتها نقابة الصحفيين المصريين مثلا، وبعض القوانين التي صدرت في جمهورية مصر العربية، لكن نستطيع أن نقول أنه المقصود بالصحيفة أنه هي الصحف والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية، باسم واحد وبصفة دورية، اسم واحد بمعنى أنه هذه الدورية لها اسم واحد لا تغيره، تبقى تحافظ عليه كل صدور لها، والصفة الدورية أنها تتخذ شكلا دوريا لإصدارها سواء يومي أو نصف أسبوعي أو أسبوعي أو حتى شهري وغيره من الأشكال الدورية التي تصدر عنها. لذلك أكون قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة. تعرفنا في هذه المحاضرة على الإدارة الصحفية بشكل عام، ماذا نقصد بها، وأشرنا إلى زاويتين أساسيتين في نظرتنا للإدارة، فرقنا ما بين المؤسسة الصحفية عن المؤسسات الأخرى، وأشرنا إلى أهم العناصر التي تشترك فيها المؤسسات والتي تكونها. انتقلنا إلى حديثنا حول الإدارة على أوجه تشكيل المؤسسة الصحفية وبالذات الصحفي والصحيفة. تعرفنا على مفهومهم وكذلك على مفهوم العمل الصحفي. في نهاية المحاضرة أتمنى لكم ولذويكم السلامة، على أمل أن ألقاكم في محاضرات قادمة بشكل وجاهي داخل حرم الجامعة. كل الدعوات لكم بالسلامة ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.